قصة حياة حبيب العدرا إلهام بمخائيل مطران أسيوط. اتولد سنة 1921 في الرحمانية، راح ترابن يوم 19 فبراير سنة 1939 في دير أبو مجار. اترسم باسم الراهب متياس المجاري. اترسم أسقف يوم 25 أغسطس سنة 1946. اعتذر عن منصب قائم مقام البطرك سنة 2012 بعد نياحة البابا شنودة يوم 17 مارس، وكان أكبر المطارنة لدرجة خد لقب شيخ المطارنة. مسك مكانه الأنبا بخوميس عمر دير درونكا في أسيوط. اتنيح بعد 68 سنة أسقف و75 سنة رهبنة و93 سنة عمره كله. في يوم راحت لي واحدة ست كان ابنها محبوس وقالت له ابني الحكم بتاعه بكرة، راح قال ليها اروحه ابنك هيطلع براءة، بس لما يطلع براءة تعالي قولي لي. الست مشت من هنا وسيدنا بص للعذرة وقال ليها اتصرف انت يا ست يا عذرة. الست ابنها طلع براءة ونسيت تروح لسيدنا، وقعدت 3 ايام افتكرت وراحت بتقول له ابني طلع براءة يا سيدنا من 3 ايام. قال لها ربنا يسامحك انا صايم من ساعتها وكنت مستنيك تيجي وتقولي لي علشان اكل. اجمل صلاة كان بيصليها، كانت بتحل المشاكل كلها وربنا بيستجيب بسبب الكلام بتاعها. اتصرف انت يا عدنا، بركة شفاعته تكون معاكم وتفرحوا لكم.